انطلقت صباح اليوم أعمال تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 3 من شهر ديسمبر، وسط استعدادات مكثفة من الجاليات المصرية والسفارات والهيئة الوطنية للانتخابات. وتوافد المصريون بالخارج صباح اليوم إلى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حاملين أعلام جمهورية مصر العربية. بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، بدأت عملها بالتزامن مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا، أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات، وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر. وترأس المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات غرفة العمليات، يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع سفير مصر لدى نيوزيلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية. أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيراً إلى أن تلك المتابعة ستجرى على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج في داخل السفارات والقنصليات. وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزياً لتذليل أي عقبات قد تطرأ ولمتابعة عملية التصويت وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، لافتاً إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين. انتظمت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في سلطنة عمان، وفتحت اللجنة التصويت في الموعد المقرر في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت عمان والساعة 7 صباحا بتوقيت القاهرة. وحرص المصريون في عمان على التوافد على مقر السفارة المصرية قبل بدء موعد التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لعام 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الكويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية في الكويت استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة 9 صباحا وفقا للتوقيت المحلي بالكويت. وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية في الرياض استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة 9 صباحا وفقا للتوقيت المحلي بالسعودية والثامنة صباحا بتوقيت مصر، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.